امبارح احنا اتفقنا وقلنا انه نهائي الكاس امبارح كان مش مفاجاه، لان كل المشجعي الاهلي والزمالك كانوا عارفين، وكل واحد كان عارف مستوى النادي، وفي تحديات كتير وقصه مالهاش دعوه بيه. لكن احنا اللي لينا دعوه بيه انه الزمالك فاز بهدفين مقابل هدف امبارح، وكان في فوز للزمالك وسط احتفالات حقيقيه من جماهير الزمالك اللي فعلا تعبت وقدمت النموذج اللي الناس بتحبه، نموذج الاجتهاد والظروف الصعبه والنجاح وسط ظروف صعبه. لكن كان في طبعا بعض السلوكيات اللي عليها بعض التساؤلات، ومن اهمها انه في بعض الممارسات اللي حصلت كده بعد الماتش كانت مستغربه، انه راي النقاد وبعض النقاد قالت احتمال يبقى في عقوبات. ففكره عقوبات ليه؟ على السلوك الرياضي. احنا زي ما بدانا كده الحلقه وكنا بنقول انه اخلاقك وقت الهزيمه ممكن تكون بتحدد كتير جدا من طريقه التعامل معاك. فخلينا نسمع اكتر عن هذا الامر من الناقد الرياضي الاستاذ هاني عبد الصبور. اهلا بيك كابتن هاني. اهلا بحضرتك يا استاذه دينا، واهلا بكل الساده المشاهدين. ايه موضوع العقوبات ده، وايه الكلام اللي بيتقال عن انه في بعض التفاصيل اللي ممكن تكون ليها تداعيات امبارح حصل؟ بالفعل هزيمه الاهلي امبارح من الزمالك وخساره كاس مصر فجرت براكين الغضب داخل القلعه الحمراء. مجموعه كبيره من الجماهير غاضبه من مستوى الفريق، مش بس عشان الخساره امام الزمالك، لا كمان اللعيبه ما بتاديش بالروح المطلوبه. اللعيبه خدت دعم كتير الفتره اللي فاتت من الجماهير، خصوصا في ظل تذبذب النتائج منذ نهائي دوري ابطال افريقيا، لكن اللاعبون لن يستغلوا هذه الحاله، وبرضه لسه المستوى متذبذب ولسه الخسائر تلو الاخرى بعد فقدان يعني فقدان كاس مصر. خلاص الفريق كمان موقفه اصبح صعب جدا في المنافسه على الدوري، ما بقتش بايديه، لازم يكسب كل مبارياته وينتظر تعثر النادي الزمالك عشان يقدر يرجع للمركز الاول تاني. فكل هذه الاحداث فجرت الغضب داخل القلعه الحمراء، واجبرت الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ان هو يعني يبتدي يهدد ويتوعد في رسائله. كانت كل الرسائل الفتره اللي فاتت او كل جلساته مع اللعيبه ان هو بيتكلم في فكره الدعم والمسانده، وان انتوا لسه عندكم وفي اجهاد الفتره اللي فاتت وفي ظروف اثرت عليكم وكان في بعض الاخطاء التحكيميه. لكن النهارده كان رسالته واضحه، رساله تهديد ووعيد للعيبه، المتخاذل مش هيكون ليه مكان، اللاعب اللي مش هيبذل اقصى طاقه ليه او اقصى جهد ليه سواء في المباريات او التدريبات مش هيكون ليه مكان. الجمهور قال لهم كده، نصر قال لهم الجمهور زعلان، الجمهور ده الحاجه الوحيده اللي ما بتاثرش في النادي سواء مع الاداره او الفريق، هم مساندين وداعمين لينا ومن حقهم يفرحوا، بقالنا فتره طويله الناس زعلانه مننا. واتكلم برضه في فكره ان مش معنى ان انت لاعب كوره فزت باثنين دوري ابطال افريقيا واثنين سوبر وبرونزيه وكاس وسوبر والكلام والبطولات دي كلها، مش معنى كده ان يحصل لك حاله من التشبع. بالعكس جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير ان هو يكون رقم واحد في كل حاجه، وقال لهم ان الفتره الجايه دي الفرصه الاخيره ليكم، اللاعب اللي عايز يمشي يمشي، اللاعب اللي مش هيأدي احنا هنستغنى عنه، اللاعب اللي عنده اي مشاكل احنا هنوقع عليه عقوبات. وكانت رسائل قصيره جدا 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 للعيبه عشان خاطر اعاده المسار الى طريقه الصحيح زي ما الجماهير عايزه، خصوصا ان خساره بطوله الدوري الحاليه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تكون صدمه كبيره جدا جدا جدا، قد يدفع ثمنها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ هاني عبد الصبور. ودي كواليس يعني النادي الكبير في مصر، الكبيران امبارح كانوا بيلعبوا، وطبعا بطبيعه الحال في تبعات وتداعيات لخساره الكاس امبارح، وده اجراءات تنظيميه داخليه من المتوقع انها تكون بتحصل لاستيعاب فعلا يعني احباط جماهير النادي الاهلي. لكن برضو ده شأن الكرة، لكن امبارح كان في حالة كده من التوافق انه الفوز المستحق. الكلمة دي اكيد حضراتكم سمعتوها كتير، وزي ما بقول لحضراتكم كده احيانا بتبقى دي المورال او القيمة بتاعت الرياضة اصلا. الناس بتلعب رياضة ليه؟ عشان تعلم ولادها شوية حاجات ليها دعوة باللي اجتهد ويلاقي، واللي يتعب واللي يقدم اكتر واللي يقاتل في اللعب هو ده اللي بيحصد نتيجة. فكانت حالة كده من الرضا، طبعا مع احترام وتقدير طبعا إحباط جماهير النادي الأهلي اللي كان حاصل امبارح، لكن برضو
ألف مبروك للزمالكاوية اللي فرحوا وفازوا فوز مستحق.